يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف كان شرك قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو عبادة الكواكب والشمس والقمر، مع أن عندهم أصنام قام الخليل بتكسيرها، فهل جمعوا بين الشركين؟ لا، هذه الأصنام والتماثيل على صور، على صور الكواكب، على صور الكواكب، كما أنهم يصورون الصور على صور الأموات، فهم يصورون المعبودات في مجالسهم من أجل النشاط على عبادتها. نعم.